بسم الله الرحمن الرحيم. ورقة عمل رقم 5 من خلال مجلد تدريبات نشغل الملف نتورك 2، والآن سوف نفذ خطوات انضمام مجموعة المشاركة المنزلية التي قد أنشأناها في ورقة عمل رقم 4. من زر ابدأ نختار لوحة التحكم، ثم الشبكة والإنترنت، ثم مجموعة المشاركة المنزلية، ثم نضغط زر الانضمام الآن. الآن يمكننا تحديد المكتبات التي نود أن نتشاركها مع المتشاركين: الصور، الموسيقى، ملفات الفيديو، الطبيعات. وعند اختيار المستندات يوضع علامة صح داخل المربع، ثم الضغط على زر التالي. نكتب كلمة مرور مجموعة المشاركة المنزلية في هذا المكان، ثم نضغط زر التالي. لقد قمنا بالانضمام إلى مجموعة المشاركة المنزلية، ثم الضغط على زر إنهاء. تظهر هنا مشاركة المكتبات والطابعات. توجد إجراءات أخرى مثل عرض كلمة المرور، تغيير كلمة المرور أو الخروج من مجموعة المشاركة المنزلية.